أفكار الإنسان هي ما تصنع مستقبله. قصة نجاح ملهمة ونموذج حي للشغف والطموح، المهندس ورجل الأعمال رامي فارس، اللي قدر يتغلب على تحديات كتيرة وصنع من صعوبات حقيقية طريق للنجاح. بدأ من طفولته كصبي في ورشة، وواصل مسيرته العملية رغم صغر سنه في مجالات كتيرة، لحد ما وصل وقدر إنه يحول فكرة محدش كان مصدق فيها لمجموعة شركات كبيرة بيتكلم عن نجاحها كل الناس. تركيبة غريبة ومؤثرة في الشباب، نجاحه بيسيب بصمة حقيقية في كل المكان، والأروع قصته الشخصية وعرفانه الحقيقي لكل محطة في المشوار. المهندس رامي فارس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رافكو للإنشاء والتعمير. في العادة ما ببتديش الحوارات أبداً في البرنامج بمقدمات. النهاردة تسمح لي لازم أحكي مقدمة دقيقتين بس. ممكن؟ شرف لي، تفضل. أنا عايز أحكي للناس أنه لقائي مع مهندس رامي فارس ده مش اللقاء الأول، ده اللقاء الثاني تلفزيونياً يعني، لكن فضلنا على تواصل شخصي لفترة وانقطعت الأخبار ثم عدنا مرة تانية. بس في المرة الأولى أنا عايزة حضراتكم تشوفوا معايا جملتين من حوار كان مع مهندس رامي فارس من 5 سنين. مهندس رامي فارس اللي هو نفس الشخص بس مع فارق 5 سنين وحاجات كتير قوي اتغيرت. رامي، ادينا كده في البداية فكرة ليا ولدينا وللسادة المشاهدين، يعني ايه ابن شقتك؟ قصدك منها ايه؟ الفكرة جات لك ازاي؟ التكلفة ايه؟ انا هستأذنك قبل ما ادي يعني نبذة صغيرة كده عن المبادرة، انا حابب اقول الفكرة جات منين عشان دي حاجة مهمة جدا، وحابب الشباب يعني يركزوا في الجزئية دي اكيد جداً. انت كنت عايز تتجوز يعني؟ لا خالص، لا انا متجوز الحمد لله بقالي 7 سنين. لا خالص خالص، الفكرة جات من نقاش داير بيني وبين اصدقائي، خلاف كده سياسي وقاعدين بنتكلم مع بعض على قهوة عادي جدا، بس في النهاية كان في اتفقنا على جملة واحدة او مقولة كلنا عارفينها ومؤمنين بيها، لو كل واحد فينا عمل اللي عليه البلد هتبقى احسن. من 5 سنين كان ده اللقاء مع مهندس رامي فارس، والنهارده احنا متشرفين اننا بنلتقي بمهندس رامي فارس برضو، صاحب رامي فارس جروب اللي بتضم مجموعه من الشركات هنتكلم عنها النهارده. بس انا مشغوله في الاول اقول لك كنت فين ال5 سنين دول. كنت بعمل عليا زي ما اتفقنا. الكلمتين اللي اتقالوا من 5 سنين، لو كل واحد فينا عمل اللي عليه البلد هتبقى احسن. كنت بحاول اعمل عليا في ال5 سنين دول. عملت اللي عليك وزياده الحمد لله. اللي خليني بقى اقول للناس النهارده رامي فارس وصل لايه، مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه رافكو للانشاء والتعمير، مؤسس ورئيس مجلس اداره RF كونكريت، مؤسس ورئيس مجلس اداره رامي فارس للمقاولات، مؤسس ورئيس مجلس اداره SD سوليوشنز، مؤسس ورئيس مجلس اداره سيلفر ايجل، مؤسس ورئيس مجلس اداره رافكو توريزم. مش كده بس كده عملت دول في 5 سنين الحمد لله. على مدار 5 سنين ايه اللي قدمته او ايه مشوار او رحله النجاح بتاعه ال5 سنين اللي وصلتنا النهارده لاننا نكون عندنا مجموعه اقتصاديه؟ اشتغلت بس اشتغلت، كملت حلمي. من 5 سنين انا كنت بحلم، كنت بحاول ان انا اعمل حاجه. يعني من 5 سنين كان تقريبا بقالي سنه في البيزنس ده بس. يمكن قلنا من 5 سنين في البرنامج اني انا دي اول سنه ليا. ده حقيقي. فكنت بحاول، ستيل كنت بحاول. كان عندنا 10 مشروعات، ال10 مشروعات كانوا تقريبا حوالي 100 وحده سكنيه. وكنا بنحاول. النهارده بقوا كام؟ عايز اسمع. النهارده بقوا ما يزيد عن 2100 وحده سكنيه واداريه وتجاريه. فاحنا في 5 سنين كنا بنحاول ان احنا ننجح، وستيل لحد دلوقتي بنحاول ان احنا ننجح. قد ما قصتك ملهمه قد ما هي سريعة جداً لدرجة تخلينا لازم نسأل عن التفاصيل. سوق التطوير العقاري ده سوق كبير جداً، وبالمناسبة في ناس كتير ناجحين. احنا النهاردة كنا مهتمين نشوفك انت شخصياً كنموذج، لانك الأقرب بكتير للشباب يفرق معاهم البدايات. تسمح لي نرجع للبدايات قوي 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 قوي؟ يلا بينا. قبل ال5 سنين دي كمان. اوكي. انت كمان دايما وبتفتخر وبتقول انا بديت بداية بسيطة وعندك شوية اسرار كده محدش يعرفها بس الشباب لما بيسمعوها بينبهروا. الناس في العادي لما بتتحسن قوي ماديا او بتتطور وده سنة الحياة تبقى خلاص بتقفل الصفحة القديمة،
الصفحات القديمة اللي انت فخور بيها جدا في حياتك؟ هيجي منين الفخر لو احنا قفلنا الصفحة القديمة؟ ما اعرفش بقى، هم بيعملوا كده. ما ينفعش. بالعكس، هو الواحد بيبقى فخور بنجاحه، بيبقى فخور بالخطوة الزيادة اللي قدر ياخدها. فالنهاردة الحمد لله رب العالمين حجم استثماراتنا تقريبا حوالي 6 مليار، فاحنا لازم نكون فخورين بده عشان نبقى فخورين بده ونحس بيه. فلازم افتكر البدايات، لازم افتكر النوم على الرصيف اللي هي بجد، مش اكسبريشن بس كده وخلاص، اللي هي بجد. نمت على الرصيف؟ طبعا. بجد؟ بجد. يعني اللي عارفني كويس عارف ان انا فتره من عمري كنت بشتغل في كشك سجاير وكنت بنام فيه على الرصيف لمده سنتين، مش يوم او اتنين او صدفه او في سفريه نمت على الرصيف. لا، ده سنتين كنت بشتغل، لاني انا من اسره يعني بسيطه، يعني بسيطه جدا. ومن منطقه شعبيه جدا، انا من عين شمس، وخرجت منها بالمناسبه لما اتجوزت. يعني انا حياتي كلها مش فكره انه كنت لفتره معينه وبعد كده اتحركت والامور مثلا اتغيرت في عيلتي. لا، انت اللي غيرت الامور. الحمد لله، مش كده؟ دي حاجه حلوه قوي ان انا اللي غيرت الامور. يعني ده شيء لازم الواحد يحس ويفرح بيه ويفتخر بيه، ده طبيعي. فانا لازم ارجع للبدايات عشان افتخر بوضع النهارده. انا لازم ارجع للبدايات، لازم افتكر ايام ما كنت بلعب في الشارع، وايام ما كنت بلعب في الحاره، ايام ما كنت بشتغل، ايام ما كنت بحاول. لازم افتكر ايام ما كنت بشتغل في فرن تعيش. لازم اسال السؤال اللي في بال الناس، عمرك كام سنه النهارده بعد التحقق ده كله؟ النهارده 37 سنه. 37. والحمد لله ما شاء الله، يعني مش هنحسدك ولا حاجه، بس حققت مشوار. يعني الحمد لله. ابتدى من امتى؟ الحمد لله، هو دي نقطه مهمه جدا. ابتدى من امتى؟ ابتدى من بدري قوي قوي، مش المشوار نفسه ولكن الشغل. فكره اني ابقى موجود على الارض بشتغل، بكافح، بتعب. اشتغلت من وانا لسه في اولى او ثانيه ابتدائي بشتغل مع بابا. اللي هو بخرج من المدرسه بتاعتي على المحل بتاعه، اروح اقعد بس في المحل، يعني اقعد معاه مش اكتر من كده، لو هيطلع يشوف شغل او حاجه. وانا والدي كان بيشتغل في الديكورات. كويس. فبقعد بس في المحل مش اكتر، ما بعملش حاجه غير اني بقعد اخد بالي لحد ما بابا يرجع. بس دي في حد ذاتها مسؤوليه. يمكن وقتها كنت شايف ان انا متضايق جدا، انا عايز اعيش سني، انا طفل صغير، الاطفال بتروح من المدرسه تنام، تاكل، ترتاح، انا بطلع على الشغل، ما بعملش حاجه، بس فين طفولتي انا؟ فكنت وقتها متضايق طبعا. ده ما فهمتوش غير لما كبرت، لما بابا كان بيحطني في ده. هو كان دي مسؤوليه، هو بيحاول يعودني على المسؤوليه. بدري قوي. بس نتيجه جزء من طبعا من انت النهارده. طبعا طبعا. وبعدها من البدايه لحد بعد كده مع الوقت، من ان انا بقعد بس كده مش بعمل حاجه، لاني بقيت لا، انت مش هتقعد كده، انت لازم تنزل مع الصنايعيه اشتغل بقى. فصبي تنزل كصبي مع الصنايعيه، وكنت باخد 3 جنيه يومية وقتها. وده عشان انا ابن صاحب الشغلانه. يعني ده كده كنت بتدلع كويس. بتدلع يعني. فصبي مع الصنايعيه، ومع الوقت بقيت مساعد عشان بقيت بتعلم. ومع الوقت بقيت صنايعي، ومع الوقت بقيت بنافس بابا شويه واخد شغل وخطف منه شغل شويه. ومع الوقت بدات اخرج من المهنه واقول لا، انا عايز اخرج من المهنه وعايز اشتغل حاجه تانية. فبدات ان انا اشتغلت في فرن تعيش بجد، اشتغلت في سنترال ايام ما كان في سنترالات، اشتغلت في كشك سجاير لمده سنتين، فتره كبيره جدا. وكان شغلي الشيفت بتاعي بالليل، كنت بالليل بشتغل وانام على الرصيف، دي نومتي، ده مكاني، انا ما عنديش مكان تاني اقعد فيه. والصبح اطلع اروح المدرسه. التوقيت بتاع كشك السجاير ده انا كنت في ثانوي وقتها، كنت اروح المدرسه الصبح وارجع على الكشك تاني. عارفه انا ليه مبسوطه ومنبهره؟ يعني قصص الكفاح العميق ده، وانا عايز اسمح لي اسميه كفاح عميق، كنا بنقرا عنها في فترات قبل كده. في جيل كده في النص غابت عنه الحكايه دي. انت من الجيل ده، انت من الجيل اللي شويه بدات مظاهر الرفاهيه، الاهل بداوا ياخدوا دور اكبر. يعني ما كنتش شبه زمايلك طول الوقت؟ ما شفتهاش الرفاهيه. وانا صغير ومش ندمان على ده، بالعكس. بالعكس، انا دلوقتي بشكر بابا او ماما انه فعلا في التوقيت ده انا ما كنتش فاهم، وكنت متضايق لان اصحابي بينزلوا يلعبوا، بيروحوا يخرجوا مع بعض، بيعملوا اي اكتيفيتي، بيعملوا اي شيء، انا محروم منه، انا بس بشتغل. ينفع نقول ان الظروف حطتك في وضع
وانت استثمرته ما نقمتش عليه في التوقيت ده؟ ينفع نحط العنوان؟ ما اقدرش اقول في التوقيت ده ان كان عندي رؤية حتى عشان ابقى شايف ان ده استثمار او ما اقدرش، كنت ابسط من كده بكتير. بس التوقيت ده خلاني اتعامل مع فئات كتيرة جدا من المجتمع واكتسب خبرات كتيرة جدا جدا، حتى وانا في الكشك، هو كشك سجاير بس كشك السجاير ده بيعدي عليا فيه سواق تاكسي اتعامل معاه، وبيعدي عليا فيه حد راكب عربية مرسيدس بتعامل معاه. فانا كنت بعرف اتعامل مع ده وبتعامل مع ده، دي خبرة اكتسبتها فادتني النهاردة. طبعا. اشتغلت في محل لعب أطفال في النادي الأهلي في تقريبا 2009 تقريبا، والنهاردة انت راعي رسمي للنادي الأهلي. النهاردة راعي عقاري وراعي رسمي للنادي الأهلي من 2019. كبيرة قوي دي، يعني كنت ببيع في محل أطفال حقيقي إلى راعي لهذا النادي اللي حقيقي. انت بتعشق النادي الأهلي طبعا، أهلاوي فظيع طبعا، يعني بتابع على السوشيال ميديا يعني، وكل الناس اللي بتتابعك أهلاوي وزملكاوي مبسوطين بده، مش زعلانين منك يعني. ده شرف ليا، لأن هو الموضوع بسيط جدا، أنا بشجع نادي وأنت بتشجع نادي، أنا بحترم نادي وبحبه وأنت بتحترم نادي وبتحبه، فما فيش مشكلة في ده. مش عايزة أسيب الحتة البدايات خالص، مش عارفة ليه، لكن نفسي أسألك كمان، رغم كل الإنجازات اللي حصلت في وقت قصير، ودي هنرجع لها تاني عشان ما يبقاش هو ده العنوان اللي احنا عايزين نقوله، مش لازم كلنا ننجز بسرعة، صح؟ توافقني على الفكرة دي؟ جدا مش لازم، دي نقطة مهمة ولازم نتكلم فيها. في شباب كتيرة جدا بتبعت لي أسئلة، احنا كمان بنتعب بس ما بنلاقيش نتيجة. هو هنا لازم يفهم انه فكرة التعب مش مربوطة بوقت، مش مربوطة بوقت خالص، أهم شيء انك ما تيأسش. ايه الفرق بين شخص بيتعب وما بيوصلش وشخص تاني بيتعب ويوصل؟ الوقت عامل أصبر. الزمن بس ولا في حاجة في شخصيته؟ اصبر، اعمل اللي عليك واصبر. خلينا نتفق طبعا على شيء الاول، يعني ايه نجاح؟ هو النجاح ان انا يبقى معايا عربية شكلها عامل ازاي، او بيت عامل ازاي، او معايا فلوس، هو ده النجاح؟ لا، مش ده النجاح. تعريفك ايه للنجاح؟ النجاح ان ابقى ساتسفايد، الرضا، ابقى راضي، ابقى وصلت لشيء انا راضي عنه. النجاح ان ابقى مبسوط. ينفع نقول ان النجاح في كل مرحلة مختلف؟ التارجت ان اكون مرتاح. لو انا النهاردة موظف وبقبض كمثال 5000 جنيه، وانا عندي جزء من الرضا، انا الحمد لله عايش بيهم كويس، اوكي، ومبسوط وراضي، والله انت ناجح. انت ناجح، ما انت ممكن يكون معاك 1,000,000 جنيه بس مش مبسوط ومش راضي. هل ده نجاح ان انا معايا فلوس؟ لا بالتأكيد لا. انا عشان كده عايز اشاور على نجاح تاني في حياتك كنت متخيلة لحد ما قابلتها النهاردة. يعني قصة الحب والكفاح والرضا برضو والشغل مع بعض مع مدام دنيا مراتك العزيزة، قصة الحب الفظيعة دي برضو ارتبطت بدري، رغم ان الحكاية تبدو انه لا الراجل ده بظروفه دي مش هيتجوز خالص دلوقتي، ده ايه اللي شجعك؟ ليه تتجوز بدري؟ انا كمان كنت شايف انه لسه بدري جدا، وانا عندي 24 سنه في التوقيت ده كنت بشتغل في شركه تامين. يعني كنت سبت الصنعه والمهن اللي انا كنت بمتهنها ديت، اللي هي كانت كلها حاجات يعني بسيطه جدا، شاب صغير فبيشتغل في اي مكان يلاقيه علشان بس يجيب دخل للبيت مش اكتر من كده، لحد اما مع الوقت شويه ومع الخبرات اللي اكتسبتها شويه بدات قدمت في مكان شركه تامين امريكيه. اوكي. وهو الشركه انا ما كنتش اعرف المعلومه دي ما فيهاش بيزك سالري، بتدي كوميشن بس، مفيش حاجه اسمها بيزك سالري. فالمهم انا قعدت في الانترفيو فسالني سؤال، انا ليه اقبلك؟ وده اول انترفيو في حياتي اعمله. انا ليه اقبلك؟ فقلت له انا محتاج اشتغل، وكل اللي انا اقدر اقوله لك ان انا بوعدك انك مش هتندم انك شغلتني. فقال لي ده مش كفايه. قلت له طب انا محتاج اشتغل، هل ده كفايه؟ انا هعمل كل شيء انت هتطلبه مني. فهو شاف ان في شغف، ده شخصيتك، هو شاف ان في يعني شغف، يعني اقدر اقول دي بدايه رامي فارس اللي انا شايفاه قدامي النهارده. انا اتكلمت شخصيتي الحقيقيه. قلت له انا محتاج لشغل. فقال لي اوكي، يعني انا عايز اعمل حاجه وعايز اشتغل، فمش فارق معايا الامج، مش فارق معايا اي شيء، انا فارق معايا ان انا اشتغل، انا عايز انجح. انا عايز انجح. وبدات تراكم الخبرات ده لو الناس تعرف قيمته ده مرعب. انت مش بس خدت خبرة الشغل، هو ده ده هو المكان اللي احنا فيه النهار، دي النتيجة. عايزة قبل ما اسيب المحطة دي عشان انا عارفة انها محطة حلوة قوي في حياتك، في المحطة دي كمان قابلت حب العمر بقى جوه الشركة، صح؟ اول شركة جوه الشركة، جوه الشركة مش كده؟ كنتوا زملاء؟ اول انترفيو اعمله انا بقى ليها بقى. يعني انا بعمل انترفيو، ما كنتش مدير وقتها، كان مدير مش موجود،
فانا كان المفروض ان انا اللي اعمل الانترفيو ده. فشفتها وحصل ايه بقى؟ عملت الانترفيو. ووقتها هم كانوا بيقولوا لي وطالبين مني في الشركه ان انا اطلع اترقى وابقى تيم ليدر، وانا كنت رافض لانه سيلز بياخد عمولات اكتر من التيم ليدر. فلا انا هفضل شغال سيلز وانا في المرحله دي فارق لي جدا 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 أرقب. بس دخلت على مدير الوكاله وقلت له انا قررت ان انا موافق هطلع تيم ليدر بس بشرط. وانا كنت شاطر جدا جدا في التوقيت ده بجد، كنت شاطر جدا وعندي صور لحد دلوقتي، كنت توب اتشيفر كاونت وبريميوم في فتره قصيره جدا في الوكاله كلها بالكامل بالمجهود اللي انت بتحكيه. طبيعي في 6 شهور انا كنت توب اتشيفر في 6 شهور كاونت وبريميوم. فقلت له هطلع بس بشرط. ايه هو؟ ان اول ايجنت يكون عندي تكون دنيا. دنيا هو ما يعرفهاش. قال لي مين دنيا؟ قلت له موظفه جايه جديده. وانا كمان عجبني فيها ايه؟ انها مهندسه. انت جاي تشتغلي هنا ليه؟ جاي تشتغل في الاجازه. مهندسه، واللي اعرفه كمان انه مدام دنيا او دنيا وقتها كانت مرفهه ومن عيله ميسوره، وده مش طبيعه انه نشتغل في وقت الجامعه، يعني مش محتاجين نشتغل وبالذات سيلز يعني، صح؟ جدا. ما هو ده السبب تحديدا اللي خلاني اقول هي دي اللي انا عايز ابني معاها حياتي. دنيا سبب رئيسي بعد ربنا لكل شيء احنا فيه. هي مساله عضو مجلس اداره طبعاً في رافكو مش طبعا كده؟ طبعا عضو مجلس اداره في رافكو وفي كل الشركات. هي وزيره السعاده بتاعتنا في الشركه، يعني دنيا صاحبه لقب وزيره السعاده. مش انا اللي قايل اللقب ده، الموظفين كلهم في الشركه. دنيا اول واحده بتبقى جنب اي حد في الشركه. قبلي انا ممكن ما اعرفش، يعني ممكن حاجات كتيره جدا انا ما اعرفهاش. النهارده عدد الموظفين اللي معاكم في الشركه قد ايه؟ النهارده احنا معدين ال 250 موظف. في السنوات الطويله دي عمرك حسيت انك مش قادر تكمل؟ تعبت؟ خلينا نتفق على حاجه، الشباب عندهم ممكن نقول مفهوم خاطئ، انا تعبت، انا مش هوصل، انا مش هقدر. ستوب. وبالذات لان في ظروف ضغطه، يعني هم معذورين برضو، بس انا بحس انه في نماذج بتقول غير كده. احنا بدانا البيزنس بتاعنا نهايه 2015 بدايه 2016 فستيل هي في نفس الظروف. مش بقول ان انا اشطر من حد، بس بقول للشباب انه انت محتاج تصدق نفسك وتنسى كلمه ياس. النجاح هيجي هيجي يجي وانت عندك 20 سنه اتس اوكي، يجي وانت عندك 30 اتس اوكي، يجي وانت عندك 40 وانت عندك 50 مش مهم. مش مهم امتى توصل لاهدافك، مش مهم امتى، اشتغل كمل اشتغل وما تيأسش، وده اهم شيء. هو ده طريق الوصول، ما تيأسش. ورضا، انت ابتديت وقلت لنا خليك فرحان في كل محطه. الحمد لله على نعمه الرضا لسبب. انا من فتره قريبه كنت بتكلم انا ودنيا وقاعدين في مكانه بنتكلم، فانا سالتها سؤال فقلت لها هو ايه اللي حصل. انا متفاهم جدا فكره ان ناس كتير مش قادره تصدق او تستوعب النجاح ده، وشايفين انه لا اكيد في حاجه. انا متفاهم، لان انا شخصيا كل ناجح في لحظة ناس حواليه بتستكترها عليه، يعني مش دي البوينت، ولكن انا شخصيا انا 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 متفاهم، لانه انا شخصيا وقفت في لحظه من اللحظات سالتها قلت لها دنيا هو ايه اللي حصل. فهي فهمت السؤال فقالت لي ربنا. قالت لي احنا بنتعب وانت ما بتنامش واحنا مصدقين ان احنا نقدر نعمل حاجه. وطول الوقت بنحط هدف ورا هدف ورا هدف وبنفضل نجري وراه وربنا. فسكت. ايوه صح، هو النجاح ده ما ينفعش يكون وراه غير هي قدره من عند ربنا، توفيق من عند ربنا، توفيق من عند ربنا. وانا طول الوقت بقول ربنا صارف لك قبول وصارف لك النجاح حقيقي. عشان كده انا دينا بشكل شخصي بنبهر باللي بينجح في المنطقتين، في العمليه والاسريه. ومعظم الناس يقول لك ان لازم في واحده بتيجي على حساب الثانيه. انا اوريدي عندي مشكله انه فعليا الحياه العمليه جايه على الحياه الاسريه. وده طبيعي جدا، واي بزنس مان هيبقى بيعيش ده طبيعي جدا، لانه احنا يومنا شغل. يومك عامل ازاي؟ بتصحى الساعه كام الصبح؟ انا بصحى الساعه 8 الصبح مش قبل كده، وبنام متاخر. انا بنام متاخر جدا. ودي مشكله، وده مش صح، ما بنصحش حد ده، بس هي دي مشكله عندي. انا بصحى الساعه 8 الصبح وببدا، مش عايز اقول بكون من اوائل الناس الموجوده،
بس بكون موجود بدري جدا في الشركة، يمكن قبل كتير من الموظفين. طول اليوم شغل لحد ممكن الساعة 10-11 بالليل شغل ده في الشركة. ينفع نقول انه بيميزك جدا انك عندك افكار مختلفة عن السوق طول الوقت، وطول الوقت ده كان مصدر اما انه يلهم ناس كتير وشجع ناس من اول ابني شقتك، او يحرك ناس ان يقولوا لا هيفشل. ده حصل؟ انه افكارك كانت مختلفة طول الوقت؟ انه بحاول افكاري تكون مختلفة طول الوقت، انا بحاول ان اعمل ده، هل انا ناجح في ده او لا مش انا اللي اقدر. لا متهيألي جدا. انما فعلا انا بحاول طول الوقت اني افكر. حد هيقولك في كل يوم مليون فكرة حلوة بتيجي في دماغي، مش بنعرف ننفذها ليه؟ طيب انا خليني اقولك على حاجة مهمة جدا. مش عايز امشي عكس الناس والله ولا حاجة. بس ده واقع. ناس كتيرة بتقول ابدأ من حيث انتهى الاخرون. انا بشوف ان ده مش صح. انا ممكن اكون مش صح، بس انا بشوف ان ده مش صح. انا ليه ابدأ من حيث انتهى الاخرون؟ انا ليه ما يكونش ليا بدايتي انا؟ فين عقلي انا؟ هما بيفكروا احسن مني؟ لا، ممكن اكون بفكر احسن منهم. هو القصد انك توفر على نفسك وقت يعني. اوكي، مش ممكن الاقي طريق اسهل واسرع؟ واعتقد ان ده حصل في ابن شقتك. ده اللي حصل. لو انت سالتي اي بيزنس مان او اي شاب في المرحله دي، اي شاب، وقلتي له انا بكره الصبح هشتغل في العقارات. اشتغلت في العقارات قبل كده؟ لا. بس هشتغل فيها بكره الصبح. طب معاكي فلوس؟ لا. طب عندك مكان؟ لا. لا، انت كنت بتقابل عملاء في بنزينه. في بنزينه ده حقيقي؟ ده حقيقي. ف انك تقولي ده لحد ما حدش هيستوعبه. طب هتشتغل ازاي في العقارات؟ انا بكره الصبح، انا بما اني مهندس فانا ده شغلي، انا فاهمه، فانا عارف انه اليونت اللي بتتباع كمثال بنص مليون جنيه، تكلفتها الحقيقيه كمثال 300,000 جنيه. انا هبدا من هنا بان انا اقدم سعر تنافسي بعقلي بس. أو مش دي القصة. على احتياج. هو الناس دايما هتدور يا اما على شخص معروف موثوق فيه عشان تديله فلوس، يا اما على كيان معروف موثوق فيه. الاثنين ما كانوش موجودين عندك. الاثنين ما كانوش موجودين. انا كرامي ده ما يوقفنيش. دي واحده من المميزات اللي انا ممكن اقول دي واحده من المميزات انا اعترف بيها، ان انا ما بشوفش الصعوبات اللي الناس بتشوفها، انا بشوفها تحديات. وفكره انا دخلت على دنيا قلت لها دنيا انا جات لي فكره، فقلت لها انا هعمل حاجه اوفر بيها على الناس تكلفه السكن. فقالت لي ازاي؟ قالت لي طب ما توفر علينا وتجيب لنا احنا شقه. قلت لها مش احنا يا دنيا، احنا ما عندناش فلوس دلوقتي. استني أصلاً. استني. انا هعمل حاجه بيها هوفر على الناس تقريبا 40% من تكلفه الشقه. فقالت لي حلو. فبدات اشرح لها، فبدات تركز معايا وتقول لي جميل، طب مفيش مكتب، مفيش فلوس، مفيش حاجة. قلت لها في تليفون، ممكن نعمل فيديو ونجس بيه النبض، احنا مش هنخسر حاجة. بيقولوا كده انه لو معاك تليفون وانترنت وفكرة جيدة تقدر تعمل نجاح. ده رامي فارس. انا عملت ده الحمد لله. ده قوت عالمي يعني. انا عملت ده. فوقتها لو احنا بنتكلم محدش هيقتنع ابدا، ما حدش يقتنع بده. يعني ايه انت مين؟ طيب انت طالع تقول للناس هات 300,000 جنيه عشان ادي لك شقه هي اصلا بنص مليون جنيه، طب انت مين عشان اديك 300,000 جنيه؟ ويصدقك ازاي؟ طلعت حلول. الفكره لما تتقال كده ما تتصدقش، مش واقعيه. طب ما يلا تشتغل، نطلع حلول. مش هاخد منك فلوس. امال هتعمل ايه؟ انا هجمع المجموعه بتاعتك كلها، مش هاخد منكم فلوس. هجيب الارض اكتبها باسمكم. ده انت كل التحديات حولتها لحلول. ده حقيقي فعلا، يعني ده اللي حصل. دي ابن شقتك. بس انا مصدق ان اقدر اعمل كده. ما تسالنيش ليه، ما تسالنيش ازاي، هي دي شخصيتي. انا مصدق ان اقدر اعمل كده. انا مصدق ان ممكن اي شيء يحصل لو انا صدقته من جوايا وسعيت لي بكامل طاقتي هيحصل. انا مبسوطه جدا ان انا قابلتك من 5 سنين. مبسوطه قوي 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 النهارده وانا بسمعك. يعني حاسه انه امنت جدا بالفكره، امنت بالنجاح، امنت بالمناسبه بانه ده الدور الحقيقي للاعلام، انه يحط النماذج اللي تشبه مهندس رامي فارس قدام النور، عشان في مليون رامي فارس جايين متهيألي ممكن يتشجعوا بسببك. احسن بكتير، وفي افضل بكتير بكتير من رامي لو دورنا شويه ودينا الناس الفرصة. بيحتاجوا يسمعوا منك يعني.
لو دورنا شويه وادينا الناس الفرصه احنا هنلاقي كوادر ممكن تكون افضل من رامي بكتير. الشباب بس محتاجين الفرصه. قبل ما اقول لك قد ايه انا شايفه التطور الكبير اللي حاصل، عايزه اقول لك ان انا رصدت كمان بيئه عمل مختلف، انه قصه نجاح حقيقيه على المستوى العملي، قصه كفاح على المستوى شريكه الحياه، ودي حاجه لازم ناس كتير تسمعها. بيئه العمل هنا مختلفه، وبحس كده بشوف فعاليات مدلعين الموظفين بيشتغلوا معاك، ولا انت ما بتسميهمش موظفين اصلا؟ طيب انا بحاول بحاول اتعامل معاهم اني انا اللي محتاجهم، وده حقيقي انا اللي محتاجهم. طب ده واقع. فبحاول انا ابذل مجهود ان اخليهم مبسوطين ومرتاحين. لما ده يحصل اصبحت متاكد ان هم هيبذلوا كل طاقتهم. انا ليه اضغط على الموظف؟ زي ما انا محتاجه هو محتاجني، وزي ما هو محتاجني فانا محتاجه. فالمنطق بيقول اتقرب له انا الاول، هكسبه اكتر. وانس رامي كان عندك كمان رؤيه انك تاثر المشوار على ناس كتير بعدك. انا شويه تعبت وما لقيتش حد بسهوله يامن بفكرتي، حبيت ان انا اساعد الناس. عشان كده اسست شركه اي فينجرز، هو بس هدفها انها تقدم الدعم المادي والمعنوي للشباب علشان نخلي افكارهم تتحقق على ارض الواقع. ده احنا بصدد الاعلان عن الشركه ان شاء الله، وهنبدا نشتغل على الارض مع الشباب. طيب احنا عايزين منك وعد ان اي فينجرز او لما يتم اطلاقها يبقوا ينورونا في البرنامج. ده شرف لينا طبعا، لان انا متخيله ان احنا هنشوف افكار حلوه كتير. يعني شبابنا عندهم افكار حلوه كتير، انا جدا انت مستعد فيها. انك تدعم ماديا الافكار اللي تقتنع بيها 100%؟ اعتقد ده كفايه جدا. 100%. شكرا. انا مش عايزه اخلص الكلام، انا مبسوطه بالحوار بشكل فظيع. اخيرا عايزه اقول لك اولا شكرا انه اول حوار عملته بعد 5 سنين اخترت انه يبقى معايا. انا مبسوطه بده ومتشرفه بده قوي. ده شرف ليا حقيقي. وعاوزه او متخيله كده انه بعد 5 سنين تاني لازم نتقابل في حوار تاني. بس لازم اسالك هتكون فين بعد 5 سنين؟ هكون بشتغل. هكون بشتغل. انا طول الوقت بشتغل. انا طول الوقت بدور على النجاح. مش فارق معاك بدور على النجاح في حاجة. عملت ايه؟ مش فارق معاك حاجة مادية عايز توصل لها؟ فارق معايا ان اكون بشتغل ومبسوط وبنجح. وزي ما اتفقنا النجاح في الرضا. النجاح انك تكون راضي مبسوط. ده تارجتي. يا رب دايما. وانا متأكدة انه زي ما انا طول الوقت مبتسمة كده انا بسمعك، حاسة انه ناس كتير هتبقى متشجعة جدا ومبتسمة. اخر سؤال بنسأله دايما في الحوار بتاعنا، بنلعب لعبة التداعي الحر. هنقول لك كلمة وتقول لنا وقعها عليك اول ما تسمع الكلمة في كلمة واحدة بس. ممكن؟ أوكي. ايه تعريفك للنجاح؟ كلمة واحدة. الرضا. الشراكة. الشراكة؟ دنيا. الله، مش ما جاتش في بالك فلوس ولا حاجة تانية؟ دنيا طبعا. الحب. دنيا. دنيا. العيلة. العيلة دي حاجة كبيرة جدا. العيلة ده لا، ما اقدرش اقول حاجة واحدة. العيلة ده البيت، دنيا سفيان. العيلة ده فريق العمل بتاعي كله بالكامل، من اصغر موظف لاكبر موظف. العيلة ده اسرتي واهلي وعيلتي. العيلة دي حاجات كتيرة قوي. طيب اخيرا الشغل. ده حياتي. الشغل ده حياتي. ناس كتيرة بتسألني هو انت مش ندمان على سنين كتيرة ضاعت منك، انت ما عشتش فيها طفولتك، ما عشتش فيها شبابك؟ بقول لهم بس مبسوط ان انا شغال. كنت مبسوط. انا الشغل بالنسبة لي انبساط. هو بالنسبة لي سعادة. هو بالنسبة لي سعادة. انا بشكرك لانك واحد من الناس اللي حقيقي بتعمل شغل عالي، ومبسوطة انك كنت معنا النهاردة. استمتعنا وخدنا افكار وحكايات جميلة، وشكرا. انا جدا بشكرك. ثانك يو. مش مهندس. مرسي.